وصلتني قصة من أحد المتابعين على منطقة حدودية بين الكويت وبين المملكة العربية السعودية، وتحياتنا لهم اثنينهم، بمنطقة تسمى الوفرة. وكانت هاي تقريبا من أرعب القصص اللي مرت علي، وأنا متعود بكل قصة تجيني أروح أبحث عن المناطق اللي تجي حتى أعرفها وأعرف تاريخها. وفعلا بحثت، يوم اللي بحثت تفاجأت بهواي أشياء وكمية أشياء خطرة موجودة بالوفرة مو طبيعية، واحتمال معلومات أول مرة راح تسمعها. قبل لا أبدي بالقصة، صلوا لي على الحبيب المصطفى واذكروا لي الله يا جماعة الخير، لأن الجن على ذكرهم يحضرون. ويلا نبدي في قصتنا. أني أبو سعود، وصارت قصة لمجموعة أصدقائي سعوديين بعد ما جوني زيارة للكويت. سولفت لهم عن مدينة بعد ما هم مروا بيها، وقالوا مدينة مكسرة وخراب وشوارعها تعبانة جدا، حتى حوادث تصير بيها. وكانوا يتكلمون على المنطقة الحدودية اللي اسمها الوفرة. بديت أتكلم وأقول لهم يا ما ناس ناشدت عليها، لكن الحكومة ما كانت تستجيب، لعدتوا ما تعرفون غير القليل، حتى لقوا بيها أسلحة غير مرخصة، وكانت دائما الشرطة تسوي مداهمات وتاخذ هاي الأسلحة، غير الأماكن اللي انقصفت بالتسعين وصارت ملاذ للناس اللي تتعاطى. وغير هذا كله، هالمنطقة هاي مسكونة بجن. منطقة الوفرة تعتبر منطقة حيوية جدا بسبب المزارع اللي كانت بيه، لكن بسبب انه قليل الاعمار والاشياء الثانية والري، قررت الناس تهاجر منها وتطلع، وما ظلوا بيها غير ناس قليلين. تخيلوا اذا انت على الشارع وتلقى بقالية على جانب الشارع وتدخل، راح تشوفه يبيع جميع الاشياء، حتى اشياء غير مسموح صاحب بقالية يبيعها هو كان يبيعها. هاي كانت الحياة بيه، كأنه قرية بداية. فأصدقائي يوم اللي سمعوا قالوا احنا نريد نروح ونغامر ونكشت بيه. قلت لهم ما انصحكم، هاي منطقة يعني مو نظيفة غير مريحة، مو مال كشتات. قالوا تريد الصدق، احنا نريد نروح نشوف الجن اللي بيه، نسمع عنهم وعن قصصهم ونطلع للصحاري. لكن ما يوم من الأيام صادفتنا قصة جن، بلكي انت رب العالمين نطقك على هاي المدينة واحنا راجعين نسويها. انا بطبيعتي ما احب هاي الاشياء وما اقدر اذب نفسي بتهلكة، وظلوا يمي تقريبا 4 ايام وبضيافتي، وكانت اروع مما يكون. وانا كنت بين فترة وفترة هم اروح للسعودية، ونفس الكلام كان مجموعهم 4 اشخاص وكانوا جايين بسيارة واحدة. المهم بذاك الوقت بعد ما ودعوني وراحوا، طلعوا تقريبا يعني بعد الظهر، اتغدوا يمي وطلعوا. وبعد ما طلعوا نصحتهم، لان كان الموضوع براسي، وقلت لهم ترى ما تفيدكم اذا انتوا وصلتوا يعني من وقت، طبوا شوفوها او افتروا بيها وطلعوا، انا ادري مو حشة وما راح تعجبكم. وفعلا بذاك الوقت راحوا وغابوا. بعدها فترة خابرتهم صايرة وياهم قصة جن مو طبيعية. كان بيهم شخص اسمه يوسف، وكان ممسوس من جن بسبب منطقة الوفرة. وابطال القصة كانوا يوسف اللي انمس، وصالح، ومحمد، وطلال. هذول الأربعة بعد ما طلعنا من يمك ورحنا، قررنا على العصرية تقريبا نقف على طرف الطريق وناخذ عدة أشياء وعدة غراض. وفعلا أخذنا النواقص اللي عندنا، مثل ما شفت أنت السيارة كانت مجهزة للطلعات البرية وتقاوم. ورحنا وافترينا بالوفرة، ووصلنا البناية اللي أنت تحدثت عنها، ولقيناها مهدومة، ويمكن كانت للاتصالات لأن فوقها برج. كانت من أوحش الأماكن اللي نشوفها، ما كانت مهدومة بالكامل، وحوالينها مثل البركسات وشي مرعب وفاضية وما بيها أي شخص. اللي شدنا بذاك الوقت وخلانا ندخل اللي جوا عليها بالسيارة
هو شخص كان واقف بأحد البنايات اللي كانت ما مهدومة ويطالع علينا. مع العلم انت حذرتنا وقلت انه هاي المنطقة بيها ناس يجون يتعاطون او صارت وكر لهم. بعد ما تركنا السيارة ونزلنا نتمشى دخلنا للمكان اللي هو دخل بيه، ما كانت إلا فتحة ثانية، غرفة إلها باب وحدة وشباك مكسر الجامات من الحديد، مستحيل يقدر شخص يطلع منه. وإحنا كنا متقربين وما شفناه طلع، أكيد اللي شفناه جن. وهنانا دب الخوف والرعب بقلوبنا وقررنا نصعد سيارتنا ونطلع. لكن بعد ما صعدنا السيارة اختلفنا بيناتنا، واحد يقول للثاني لا خل نكتشف، لا احنا جبنا غراض، خل نكشت، خل نبقى، خليها اليوم يحسبوها طلعة برية باع الأراضي الواسعة والفارغة بيه. قلت لهم ماني احنا شبعنا فضولنا، انتوا ليش تلحون؟ قالوا لا لا اريد نشوف اكثر، ويجوز احنا متوهمين، يجوز احنا ما شفنا شخص. مع العلم شفنا شخص لابس قميص ابيض وبنطرون لونه اسود، والقميص مالته عريض، وكان لابس براسه مثل يعني الايس كاب او احنا نسميها بالعراق كليته. وبعدها قررنا نترك المركز ونبعد نروح بعيد على منطقة فاضية تماما. وفعلا بدينا نمشي لغاية ما شفنا مزارع، وبين هاي المزارع كانت اكو قطعة ارض فاضية وشاسعة. قررنا نكشت بهالمكان، طبقنا السيارة مالتنا وبدينا ننزل بالفراش مالتنا والاكل او العزبة اللي جبناها ويانا، شبينا نار وحطينا القهوة مالتنا وخلص، يعني احنا مقررين نبات وما نطلع غير الصبح. وبذاك الوقت شوية شوية بدأت تنزل علينا السكينة ونسينا الموضوع اللي صار بالبداية. المهم واحد من اصدقائي اللي اسمه صالح كان يعني يحرك بالنار وما اعرف شو يسوي، جاي يعدل بالجمر، وفجأة ظل يطالع لي فوق باتجاه الجدار اللي كان خلفنا، جدار تابع المزرعة، ويطالع وفاتح عيونه وكان وجهه غريب كأنه شايف حاجة احنا ما كنا نشوفها. اتكلم وياه كان يعني ما يحكي. المهم ماكو ثواني عديدة وبدأ مثل اللي شوية مثل اللي هو كان يسقط لي ورع الارض مغمى عليه، لبينا عليه مي وصحيناش بيه. قال ما ادري راسي داخ وافتر. قلنا انت كنت تطالع على الجدار؟ قال انا ما طالعت على اي حاجة. وصرت طالع بوجهه الاصفر وقل له هو انت بيك شي؟ مريض؟ تعاني من حاجة؟ رد علي بضحكة وكان يضحك بصوت عالي وبهستيرية. فبديت اصرخ عليه وقل له هي مو ناقصتك الطلعة يا اخي، انت شبيك؟ هي مال شقة او هي مال واحد يتقشمر وياي؟ انا عبالي بيك حاجة. بهالاثناء هو كان فعلا ممسوس، وانا حسبته انه هو كان يمزح فقط وكان قصده يخوفنا لا اكثر، وصرنا كلنا نضحك ونشاق. بعد هذا الجالس تقريبا بحدود الخمس دقائق ويطالع علينا كل واحد تقريبا هيك دقيقة دقيقة ونص، يظل بالصافن وفاتح عيونه. اتكلم وياه كان ما يرد علي، اقول له انت شبيك؟ ترى بعد ما يعبر علينا والفيلم احترق وصارت قديمة هاي السالفة. كان يقول كلمتين، قال راح اقضي حاجتي وارجع رايح لهناك. يوم اللي اشر بايده اشر على مكان اظلم واخذ احد المصابيح وياه ومشى، وهو يمشي وانا اطالع عليه لغاية ما على الضوء مال المصباح اللي كان شايله بايده شفت بناية صغيرة وبعد جدا علينا. شبيه مهبول هو المكان كله ساحة وخلا خلي يروح. المهم راح ودخل، اتأخر تقريبا بالعشر دقائق وبعدها لحق أركان يتمشى وراه. وبعد ما وصل صار يصرخ بصوت عالي ويقول تعالوا والحقوا، تعالوا شوفوا اللي هاني شايف. يوم اللي دخلنا ما لقينا أي حد، أقول له شنو اللي شفته؟ يقول شفت رجل واقف كان لابس قميص أبيض وبنطرون أسود وطلع من ذيك الفتحة. المكان هذا كان مهدوم جزء من عنده والسقف مات تقريبا نصه واقع. صاحبنا
ما كان موجود، والفتحة ما كانت كبيرة وما تطلع شخص. قال طلع منها، قلت له شلون؟ قال ما أعرف، كأنه تقلص بعد ما حط ايديه على الجدار. هالموقف هذا والكلام كان مرعب. سألته وقلت له هو صاحبنا مو دخل هنا؟ قال ما أعرف. المهم بدينا ندور عليه ونصيح حوالين المكان وما عدنا غير مصباحين، واللي أخذه صاحبنا وهو رايح. فقررنا نرجع يم النار، هو أكيد راح يرجع ويمكن شكله بيمس. المهم رجعنا نتمشى وكان نشوفه جالس مقابل النار. قال وين كنتوا؟ قلنا له كنا ندور عليك، انت تأخرت وشفنا واحد كان لابس قميص وكذا وكذا وطلع. قال ما أدري، أنا قضيت حاجتي وطلعت. يا رجل انت منين طلعت؟ منين فتت؟ الأرض مفتوحة قدامنا وإحنا رحنا ندور عليك. قال شنو ما شفتوني؟ أنا فتت من يمكم، بس قلت يجوز رحتوا تقضون حاجتكم، وبعدين صار الوقت متأخر ومو مال واحد يسوق بالطريق يعني، والطريق كان وعر وما مرتب. فقلنا خلص خلي كل واحد يروح وينام، وإحنا جاي نجهز يعني بفراشاتنا حتى ننام. سمعنا صوت مال واحد جاي يسلق على جدار، شايفين لما قط يصعد وما يقدر وصوت يطلع يعني صوت مثل مال الخروشة على الجدار. ويوم اللي التفتنا كنا وطالعنا لقينا واحد يصعد يطالع علينا وينزل، يصعد يطالع وينزل. كان شكل مال واحد طبيعي. قلنا له انت منو؟ ايش رايد؟ احنا تخيلنا هاي المزرعة اللي بصفنا بيها بيت قريب، وعلى صوتنا وصياحنا سمعوا قرر يجي ويطالع، لكن ماكو احد. قام واحد من الشباب وحاول يصعد على الجدار وناظر، قال المزرعة ظلمة جدا وحتى ضاء ما بيه وشكلها مهجورة. وبذاك الوقت جميع الشباب كانوا مقصرين بصلاتهم واذكارهم، وبعدنا شباب و24 ساعة غان احنا طالعين يعني كنا بعيدين عن طريق الصلاة الا ننجبر يلا نصلي. المهم بهذا اليوم لا ذكرنا ولا صلينا ولا حتى الأيام اللي جلسنا بيها يوم صاحبنا. المهم قلنا خلص خلنا ننام، الوضعية مريبة بهالمكان هذا. والشباب ما كانوا مقررين يطلعون، وبين اثنين من الشباب كانت وضعيتهم مخربطة جدا، فقررنا خلص ننام. وفعلا الكل راح دخل بمكان، ويوسف بذاك الوقت نام بجانب السيارة، كان بس ممدد. وانا بالنسبة لي صعدت بالسيارة ونمت شوية شوية، وبديت اخفى، عيوني تتعب وغفيت تماما. حسيت على حاجة يعني تمشي على قدمي. يوم اللي فتحت عيوني حتى اشوف شنو، لقيت الباب مال السيارة مفتوحة، ولقيت مرة كانت قصيرة، وكانت المرة شكلها يعني أو وجهها إلى تجاعيد، وكانت ملابسة شي على راسها، وشعرها كان نازل على الجهتين وتطالع بيه. يوم اللي ظليت ناظر بيها نطقت على كيفي بصوت ناس وقلت لها شرايدة وانت منو؟ بنص صوتي، تخيلوا صوتي ما قدر يطلع من بشاعتها. ما ردت علي بصوت طبيعي ولا خشن، كأنه حيوان وجاي يتكلم، وبالأحرى من الحيوانات المفترسة. الصوت كان مرعب وما فهمت منها ولا حرف. بعدين صرخت بصوت عالي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، واختفت من قدام. نزلت الشباب صحوا، ناظرنا وندور على يوسف، كان يوسف مختفي. وسألت محمد صاحبي وقلت له يوسف وين راح؟ ناظر بوجه محمد وقال لي ما أدري، أنا كنت بين النايم بين القاعد وواحد اتعثر بيه، فتحت عيوني شفت شباب اثنين حملوا يوسف من الأرض واخذوه وراحوا. قلت له أنت متأكد؟ قال ما أدري ما متأكد، أنا يمكن كنت نايم، لأن ذول اللي جو ما كانوا بأشكال يعني مريحة. قلت له يعني شلون؟ قال رجولهم كانت مثل رجول الخيول الخلفية، يعني طويتها غريبة. قلت له يعني شنو اللي جاي تقصده؟ قال ما اعرف وما راح اقدر افهمك، لكن ما كانوا من البشر، وانا حسبت روحي احلم. بذاك الوقت وانا اروح وانا ادور عليه
شوية يعني شجعت وقررت أروح أبحث عليه وأشوفه وين. وفعلا رحت وبديت أدور، طبعا صعدت السيارة وهم ظلوا جالسين بمكانهم ورايح وراد بهاي الأرض الواسعة. وبعدين قررت أوصل لنهاية المزرعة اللي كانت بصفنا. يوم اللي فرت السيارة لقيت باب من الحديد كانت مهدومة تقريبا وشبه واقفة. طبقت السيارة ونزلت وبديت أناظر، لقيت شباب اثنين واقفين بنص الظلام، وحتى ضويت عليهم بالإضاءة اللي كانت عندي. واحد من عندهم صرخ وقال: انت منو وش رايد؟ اوقف جايينك. فرجعت شوية وجو هم، الباب كانت يعني شبه مهدومة، طلعوا كأنهم من جواها كانت بيها فتحة عاد تدخل بشر. طلعوا واحد ورا الثاني وقالوا: انت ايش رايد؟ قلت لهم ادور على صاحبي. قالوا: صاحبك منو؟ منتش عندك هنا؟ وكانت وجوههم طبيعية وأريحية. قلت لهم: شباب تكفون ساعدوني، صاحبي يوسف ما أعرف وين راح. قالوا لي: شتوا ما تعرفون؟ هذا المكان مكان للجن، اجابكم وسكنكم بي. قلت له: احنا ما سكننا، جينا شبه كشتة. قال: ايه سكنتوا وقعدت فوق مساكن الجن. قلت لهم: مو الحال وانا؟ قالوا: صاحبك يوسف شفناه يمشي بالمزرعة، وأشروا على المزرعة اللي هم كانوا أصلا بداخلها. قالوا: يلا ادخل وروح دور عليه. قلت لهم: هو انتو شعدكم هنا؟ هذا المكان مسكون بجن. قالوا: احنا متعودين ونشتغل هنا، وتريد الصدق حالتنا المادية تعبانة وطفرانين، ونجي نبات هنا مجبورين. قلت لهم: ما تخافون من الجن؟ قالوا: اذا ما تأذيهم ما راح يأذوكم، وترى الجن طيبين جدا. واحد كان يتكلم والثاني كان بس يهز براسه ويتبسم او يشارك ببعض الجمل البسيطة. فقلت لهم: ممكن تطبون وياي لان انا خايف؟ قالوا: ايه. ودخلوا. قلت لهم: زين انتوا ليش ما تعرضتوا له؟ قالوا: وتكلمنا كان ساكت ويمشي، وقلنا احتمال اخرس، احتمال مثلنا ما عنده فلوس، عادي هاي المزرعة مو مال احد ومهجورة، صاحبها عايفها من سنين ما شوف بابها. فعلا دخلت تاني وهم دخلوا وراي، المصباح كان عندي واضوي. بعدها قالوا: ممكن تطفي المصباح، انت جاي تشوف الطريق عدل، خليك تمشي لان هذا المصباح احيانا يزعجهم. المهم ظليت امشي وامشي وهم يتكلمون لغاية ما سمعت ضحكة مال واحد من عندهم كانت عالية جدا، وحتى يعني خفت من عنده. شعلت الضوء وبديت افتر حوالي ولقيتهم اختفوا تماما. المكان اللي انا كنت بيه شبه مفتوح، وين اختفوا ما اعرف. يا شباب وينكم؟ تعالوا ساعدوني. وبديت اسمع صوت يوسف وهو يناديني ويقول لي تعال. فقمت اتقدم اكثر والصوت يعلى لغاية ما وصلت بيت. يعني البيت كان مفتح، شبابيكه مكسرة، ما اعرف اذا كان بيه اثاث بالداخل ولا لا. لكن قبل لا ادخل بيه كانت بيه شبابيك صغيرة، ويمكن اكو دورة مياه لان الشباك عالي وكان صغير. فيوم اللي شفت يعني مثل الظل او شي ضويت، وكان القى يوسف يطالع بيه ويقول لي تعال افتح لي الباب، حبسوني هنا تعال وخلصني. وطبعا بدون اي تفكير اول ما طلب من المساعدة صاحبي رحت اركض بدون اي حاجة، ودخلت مباشرة للبيت ادور، وحتى راسي افتر وما عنده الاتجاه. وانا جاي افتر سمعته يضرب بايده على باب. المهم على الصوت رحت، طبعا الاضاءة بيدي والمكان اظلم، وصرت اشوف حيوانات تتطفر قدامي، قطط على كلاب، لكن ما يتعرضوا لي. وانا اركض وفجأة وكان القى واحد واقف، نفس اللي كان لابس قميص لونه ابيض وبنطرون اسود، ويطالع بوجهي ومبتسم ابتسامة حقيرة. هالابتسامة من سابع المستحيلات أنساها، كانت ابتسامة مصطنعة وصفرة. بعدها قال لي تريد تخليه يطلع؟ ما راح يطلع، تدري هو أصلا ماكو باب هنا. قال هالكلام هذا وقلت له انت منه وش رايد؟ قال يعني كل هاي الأحداث اللي صارت وجاي تسألني أنا منه؟ فصاح على ناس ما كانوا واقفين أو أنا ما أشوفهم، قال لهم امسكوه. افتريت وراي وما لقيت احد، وما حسيت غير ظلام بظلام بعدها.
الإضاءة اللي عندي طفت وحسيت نفسي أني بمكان ثاني يمكن، ما أعرف، لأن افترت بي الدنيا مرة واحدة. شايف لما تجيك دوخة مفاجئة بسبب سوء تغذية ولا ضغط، يعني دوخة مو طبيعية وظلام بظلام. صح كنت مقصر بصلاتي وأذكاري، لكن حافظ من القرآن. شنو اللي كان يلزم إنسان لما يريد أتكلم ما أعرف، وبنفس الوقت أسمع صوت مال مي جاري بهالمكان هذا، وأسمع صوت مال كلام بعيد علي، وأحس أكو حركة حوالي كذلك، لكن الحركة ما كانت الإنسان، يمكن الحيوان، لأن ما كانت حركة يعني مدروسة، كأنه جاي ينتقل من مكان لمكان. وكنت أسمع صوت بعد ثاني كأنه واحد جاي يتمشى على كياس، والأرضية اللي أنا كنت جالس عليها ما كانت أرضية نظيفة، مبينة بيها قذارات وسخ على كياس وأشياء ثانية، يعني بيها نفايات. المهم أريد أقول كلام ما أتذكر. بذاك الوقت أكو دعاء يحميك من الجن، اللي هو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما جاي أتذكره، يعني يجي ببالي لكن ما أقدر أنطقه، كأنه مكتف. المهم من شدة الموقف اللي أنا بيه والصعوبة اللي كانت، ما قدرت يعني أسوي حاجة، صارت عيوني تدمع. حسيت نفسي عاجز، وحسيت نفسي صغير، وحسيت بنفسي أنه أنا يعني قليل أو صغير جدا مقابل الجن، إذا كان ما عندي دين. وفجأة وشوف أضاءة، وبعدها ثاري أكو ممر قدامي ما كان طويل، وإجا شخص كان شايل بإيده فانوس من الفوانيس القديمة، ما كان مبين بالكامل، إيد وحدة فقط يعني كانت مبينة، أما الباقي كان سواد، إلا تطالع علي زيادة وتناظر يلا شوف ملامحه من السواد. أتخيل جسمه، ما أعرف ملابسه، كانت تمتاز الضوء، كمية رعب وخوف مو طبيعية. قرب علي وهستوى يعني راد يوصلني بيني وبينه تقريبا بثلاث أمتار، ولحد الآن ما شفته هو شنو اللي شايل هالمصباح هذا. قدرت أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقمت أردد بيها بصوت عالي كأنه واحد متعلم الكلام. هستوى أردد بصوت عالي وأريد أطلع من هذا المكان بأي طريقة. وأول ما اختفى من قدامي وصارت الدنيا ظلمة، قدرت أتحرك كأنه كنت مقيد، وانفتح قيدي لكن ظلام ظلام، وبديت أركض أريد أطلع. انصدمت بجدار، وبعدها بديت أتلمس بسرعة بسرعة لغاية ما لزمت حاجة، وكانت هاي الحاجة كأنه جسم بشري لكن إله شعر. صرخت بصوت عالي وظليت أردد بعوده بكلمات الله التامات لغاية ما أكو فتحة طلعت من عده. وبعدها قمت أشوف تقريبا أكو شبه أضاءة برا، يعني توضح عندي أنه أقدر أطلع، وفعلا طلعت من هالبيت هذا وأني أركض. كنت أركض بأقصى سرعتي وقلبي دقاته تسارع، ما أعرف إذا كنت ممسوس ولا لا، لكن بالوقت الحالي بس أريد أطلع. وبعد ما وصلت الباب نفسها استغربت بأنه هاي الباب كأنه مفترة أو صايرة بالعكس أو إلها نقشة من اتجاهين، لأن الباب كانت إلها نقشة يوم اللي وقفت وتكلمت ويا ذولة، وهسه هم كانت إلها نقشة. واللي خلاني أشوف إلها نقشة لما ردت أطلع، يعني ما أعرف شو أروح أوصفها لكم، لكن الباب كأنه مفتر. المهم أول ما طلعت وكان ألقى يوسف ممدد مقابيل الباب، حتى تعثرت بي، يعني ما شفت بالبداية إلا عثرت، وحسيت أنه أكو بشر ممدد على الأرض وعرفت يوسف. ذاك الوقت حاولت أصحي وما قدرت، وظليت جالس عنده وأردد وأردد، زين أصدقائي وين؟ ليش ما حاولوا يجون ويسألون أو يدورون؟ وحتى ردوا أخون مثل ما قلت لكم، كان عددنا 4، 2 ظلوا عند السيارة، وأنا رحت أدور على يوسف وهسه أنا جالس عنده. وبعدها بدأ النهار يكشف. أول ما بدأ النهار يكشف تركت يوسف بالأرض ورحت أركض باتجاه السيارة، وتفاجأت بأصدقائي نايمين بنوم عميق. أصيح عليهم بعلو صوتي كأنهم فاقدين الوعي، جبت مي ورشيت عليهم وصحوا شاهقين.
يقولوا ليش بيك؟ اكو واحد يصحي واحد هيك، ما شبعنا نوم، الليل كله نسمع اصوات الليل. قلت لهم اي ليل انا مو عفتكم ورحت انا. ما كانوا يعرفون، ما كانوا يتذكرون، ولا اللي شفته وكلمني جوز مو صاحبه من الجن. استغربت يوم اللي لقيتهم نايمين عند الجدار واحد ورا الثاني، غريب هالامر هذا. المهم ما اعرف، افتر راسي بذاك الوقت وما قدرت اجمع الاحداث. قلت لهم لقيت يوسف، قالوا ليش هو يوسف وين؟ قلت لهم امشوا مو وقتها. ورحنا عليه وجبناه، كان فاقد الوعي، حطيناه بدينا نخلي عليه مي، قدرت يعني اقرأ عليه ايات من القرآن، وبعدها شهق. شايف لما واحد جالس يعني وذب عليه مي بارد، شهق شهقة قوية. وقال انا وين؟ وينهم ذولا؟ اقول له من هم؟ يقول ذول اللي جو واخذوني. اقول له من اللي جو واخذوك؟ قالوا اثنين جو واخذوني وودوني يم هذا. قلت له خلاص 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 على كيفك اهدى. بعدها صعدنا بالسيارة، وكانت هاي الليلة من أسوأ الليالي ومن أرعب الليالي اللي مرت علينا. كل القصص اللي سمعتها ما كانت مثل القصة اللي أنا مريت بيها بهالمنطقة هاي. وبعدها انطلقنا وقررنا ما نغامر وما نجازف برواحنا وندور على جن وهاي الأشياء، لأن مجرد أنه أنت دائما يعني تريد تشوفهم، أكيد يوم من الأيام راح يتغلبون عليك وقرينك راح يتغلب وراح يظهروا لك، لكن ما أوعدك راح تعيش بعدها بسعادة. المهم بعد ما وصلنا السعودية، صاحبنا كان على حافة الهاوية، شغلت حال منتهي، وديناه البيت وقلنا لأهله مباشرة بالباب ترى الوضعية كذا وكذا، وهي صار ويانا جيبوا له شيخ للأمان أفضل. وفعلا جابوا إلى شيخ، وبعدها فترة قالوا إنه هو ممسوس من جن. الشيخ تقريبا أسبوعين يلا قدر يعالجه. وأنا كنت دائما أحلم بنفس الشخص اللي كان لابس قميص وبنطلون، وظلت الكوابيس وياي فترة طويلة من حياتي. أما بالنسبة لأصدقائي فكانوا شبه فاقدين الذاكرة، أي شيء أذكرهم يقولوا لي ما ندري، لا ما صار، أو يجاملوني. هاي كانت القصة باختصار. إذا عجبتكم ادعموني بلايك، اشتركوا لي بالقناة، فعلوا زر الجرس، وانتظروني غدا بقصة جديدة إن شاء الله.